كابتن هشام، توقعاتك النهارده كده؟ ان شاء الله يعني ان شاء الله نكسب باذن الله، ويبقى يوم حلو على النادي الاهلي وعلى كل جماهير النادي الاهلي، اللي هي دايما بتبقى مباراه كبيره، مباراه قمه، بتبقى مستنيه المباراه دي تحديدا، يعني بغض النظر على بطوله الدوري. دي مباراه لوحدها بحسابات ثانيه، بحسابات مختلفه، بنجوم ثانيه، اعتقد ان يعني مستنيينها بشكل كبير، لان احنا اتخطفنا في السوبر كده من فتره كبيره، لكن احنا كنا الاحسن في المباراه، وكنا الاكثر وصولا للمرمى واكثر يعني ضياعا للفرص، لكن عالم كره القدم كابتن اسامه علمتنا ان هي كره كده. تمام. لكن ان شاء الله باذن الله يبقى اليوم احمر زي ما متعودنا، ويبقى حاجه جميله باذن الله لينا يعني ان شاء الله.